والله يا تالا في خبر مش تفضل ها يلا اتحفني. الصبح قاعد هيك بقلب على السوشيال ميديا. ايوه فمعقول هذا اللي شفته او اللي سمعته؟ مش معقول بس انا مش عارف شو الخبر. والله حاسس هيك مش عارف، خفت انا. مشاهدين احكوا لي يقول لي. والله خفت. معقول هيك انتم؟ طب تفضل احكي لنا الخبر. معقول انه ادمان التسوق هو عبارة عن مرض عقلي؟ عند مين؟ وصلت معاكم لهيك؟ عندكم ولا عندي انا؟ عندكم. طيب هذه احتمال الادمان يكون عند الرجال، انت ليش عم بتطق على المرأة يا زلمة؟ انا ما بطق على المرأة، انا بس بالعادة ايوه المرأة هي اللي بتتسوق اكثر شيء. قلت لي العطور يعني. والاواعي والكنادر والابصر شو انتم ما بتخلوا مبدئيا انت فتحت حالك خلص بصير عندكم. خليني احكي، هو فتح حاله باب، هو فتح حاله باب. حاليا الرجال، حاليا بعض الرجال، انا اكيد ما بدي اعمم ومستحيل اعمم، بعض الرجال عم بقلدوا النساء بكثير امور، عمليات تجميل، المكياج، هدول لسه صغير. لا نحن بنحكي على الادمان التسوق، انه عندكم هو عباره عن مرض عقلي. مرض عقلي قلت لي. يعني هو الواحد ناقصه؟ طيب هو امراض الواحد كمان بمرض عقلي جديد من التسوق؟ والله لا. وبالاخر طبعا بتلاقيهم من شهر قاعدين بيحضروا اللي هو الوايت فرايدي والبلاك فرايدي، راح يكونوا اخر هذا اخر الاسبوع. ولكن طلع كل، انا قاعد بحكي وسعاد على بتحكي معي، وهون مجهزين حالكم متوترين بدكم بس السريع. والله عن جد والله يا سعاد، عشان نوفر عليكم مش عشان يعني عشان ما نقعد ناخذ بالسعر الاساسي. بدي اوفر، بدل ما اشتريها ب 20 مشتريها ب 10 بس بشتري 3، هو توفير. يا الله انا يعني عاد. انا جد احكي كلمه. احكي. الله يعينها بس اللي في بالي. الله يعينها. اخ بس هات نقرا الخبر. اقرا لي خبر، خليني اشوف الظلم والافتراء تبعك. ابلش والله. هو انا من اللي قراته. هو انت بتتصيد لهيك اخبار؟ اي خبر بتصيد فيه هيك نكش على المراه بتلاقيه احمد اول واحد جابه. لا نكش على المراه، انا نكش على بعض الشغلات. خلينا ستي نقرا الخبر. كلك تعددت ميولات النساء اثناء التسوق، فبعضهم بروحوا وبنجذبوا للي هي الملابس والاحذيه والاكسسوارات واخريات للعطور ومستحضرات التجميل والزينه. والادمان عباره عن اضطراب سلوكي يفرض على الفرد تكرار عمل معين باستمرار لكي ينهمك بهذا النشاط بغض النظر عن العواقب الضاره بصحته او بحالته العقليه او الشخصيه. كملي. اكمل؟ بتحب اكمل انا؟ كملي. طبعا كشفت دراسة علمية حديثة إن إدمان التسوق يعتبر من لا ما بدي أحكي عن جد. أنا بدي أحكيها، يعتبر بمثابة مريض عقلي أو مرض عقلي. فأنت مريضة عقلية. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يشفيكم ويعافيكم يعني. يا رب هيك اللي ببالي. وتالا في يعني في أمل، فكرك في أمل منك، في امل. انت اسمعي شوي يعني، مثلا حاولي انه والله البلاك فرايدي حاولي ما تروح عليها. ما بدي اروح. طب اوكي. انا والله ما بحب الشوبينج. ما بحب. وعن جد بما انه عم نحكي عن التسوق، عن جد عم بشكر انا ريتيل جروب اللي دائما مهتمه في اطلالاتي يعني بكل حلقه من حلقات صباح الوطن، لانه جد هم مريحيني من جزء كثير كبير في حياتي في هذا الموضوع تحديدا. بعد عنك المرض. وانا معهم صراحه مش بحاجه لبلاك فرايدي. يا سلام. يعني هذا مش ما عندك مرض عقلي يعني؟ لا ما عندك هذا الشيء. عادي على فكره، عادي هذا الموضوع جدا عادي، ولكن هذا الشيء يعني ممكن انت بحياتك العمليه برضه يكون موجود. لا مش انت موجود. وغيرك؟ لا والله مش موجود. او يعني ناس ممكن بالجاليري معانا. انا ما بحب يعني التسوق. ما بتحب التسوق؟ اسمع، ما في مره ما بتحب التسوق. والله ما قلت طولة بال، والله في نساء يا جماعه فعلا يعني، في نساء مظلومين بهاي الحياه، لانه بعضنا ما بيحبوا يلفلفوا بالمولات وبالاسواق، وانا وحده من هالبشر يعني. من هالنساء. أنا عارف. بس في عندي مفتري جنبي بضل يفتري علينا، فانا عادي بعدي مشاكل. رح اسامحك زي الصبح حكيت. سامحيني يعني. خلص يلا، اللي مسامح كريم مش مشكله. يلا، في امراض وفي اشياء لازم اعفو عنكم.